السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد على قناة شمس الحياة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن أحوالكم. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم عصير صحي بدون سكر وبمجموعة من الفواكه اللي طرية، كيجي أكثر من رائع، لذيذ بزاف وبنين، واللي داقو عندي كيسولني عليه. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم وتجربوه، وما نطولش عليكم، خليكم معايا نشوفوا طريقة التحضير. غنحتاجو في العصير ديالنا ديال اليوم عندي 2 حبات ديال الليمون أو البرتقال، 2 بنانات أو 2 حبات ديال الموز. عندي بالنسبة للفريز أو الفراولة عندي هنا 250 غرام، وعندي هنا 7 حبات ديال التمر اللي حيدت منها العطوم ديالها أو النواة. عندي 2 حبات ديال الجزر. هنا بعد ما نقيت الفواكه ديالي كاملة عندي روضة على الجزر، غنزيد عليه التمر. دائما كنوضع الجزر والتمر في الاسفل باش كيتطحن ليا هو الاول وكيتطحن مزيان. غنزيد البرتقال أو الليمون، غنزيد البنان، كنزيد عليهم الفريز. الفريز كيف ما كتلاحظوا معايا فانا كان عندي هنا في المجمد، فإذا كان طريف غيكون أحسن. وعندي كاس ديال الماء، يمكن لكم تستعملوا، أنا استعملته فقط من الروبيني يعني بحرارة المطبخ. إذا كنتو زربانين بالعصير ديالكم فيمكن لكم تستعملوا، يكون تاخذوا الماء من الثلاجة يكون بارد. صافي، وكنطحن العصير ديالي مزيان. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال العصير، فكيجي منسجم، ما كيبقاش يبان فيه الجزر او لا خيزو اللي استعملنا فيه، كيجي رائع ولذيذ بزاف وبنين. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم باش الفيديو ديالنا يطلع يوصل لاكبر عدد من الناس. واذا كنتو اول مره كتشوفوا القناه فمرحبا بكم، كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا باي جديد. ونخليكم في امان الله إلى فيديو جديد إن شاء الله.